مرحبا يا بنات، كيفكم اليوم؟ رح اعملكم ميك اب كتير طبيعي بسيط وسريع للجامعة، للشغل، ولا للبنات اللي ما بيحبوا يحط كتير ميك اب. قبل ما تحطوا الميك اب لازم دائما تحطوا كريم. اول شيء رح ارطب بشرتي مع هذا الكريم وكمان تحت عيني، ورح استخدم هذا البيبي كريم من كلارانس. ممكن تستخدموا فونديشن، بس عشان البيبي كريم راح تعطيكم نتيجة كتير طبيعي أكثر من الفونديشن. ما راح أحط البيبي كريم بالفرشاة، راح أستخدم هذا البيوتي بلندر. إذا ما جربتوا لازم تجربوه، عشان عن جد بجنن وراح يعطيكم نتيجة كتير 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 حلوة. من لما عندي خلاص ما بستخدم فرشتي، دائما بحط الفونديشن وكمان الكونسيلر. راح تشوفوا هلا بالبيوتي بلندر. صح، لون الكونسيلر هو افتح من بشرتي، بس راح تشوفوا لما راح اوزع بالبيوتي بلندر راح يكون حلو وراح يطلع طبيعي. اوكي قربنا نخلص، هلا راح اثبت الفونديشن والكونسيلر مع الباودر. لازم تعملوا هيك اذا بدكم يضل الميك اب وقت طويل. انا بحط تحت عيوني وكمان في تيزون. اوكي هلا راح احط بلاشر، هذا البلاشر من كلينيك، لونه برتقالي وحبيت كثير هذا اللون، حلو بيطلع البرتقالي، بيطلع حلو مع كل البنات. بعدين راح ارسم حواجبي مع الديب رو بوماد فروم اناستازيا بيفرلي هيلز. اكيد ممكن تستخدموا قلم، بس حبيت استخدم الديب رو بوماد. راح ارسم حواجبي بطريقه سهله وسرعه، وهيك رح نخلص مع الماسكارا. ما حطيت ايلينر، ما حطيت اي شادو، يعني عشان هذا الميك اب كثير طبيعي وما بدي اكثر من هيك. عشان شفايفي راح احط روج من جيفانشي، بس شوفوا ما راح احط، راح اعمل هيك بالطبطبه طبطبه شوي شوي، وشوفوا راح يطلع كثير كثير طبيعي زي لون شفايفي. واذا بدكم شيء اللي راح يضل طول اليوم، راح انصحكم بهذا البراند ستيلا. عن جد بتحطوا الصبح وبيضل طول اليوم. وهيك خلصنا الميك اب، بتمنى انكم حبيتوا هذا الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا على قناتي وتابعوني على انستغرام، سناب شات، فيسبوك. يلا ديروا بالكم على حالكم، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. باي.